أهلا بكم من جديد، ونعود لضيفنا سامر خويرة من نابلس. سامر، هناك أو الكيان يعتقد وفقا لتحليلات أن الغاية من كل ذلك هو محاولة تقويض سيطرة حماس على قطاع غزة. هل يمكن فعلا أن يحقق هذا الهدف؟ لا طبعا لا يمكن. التجارب أثبتت بالدليل القاطع إنه القضاء على المقاومة بشكل عام هو حلم بالنسبة للاحتلال، بل تحول إلى كابوس. المقاومة لا تتعلق فقط بحركة حماس، وإن كانت حماس تمثل يعني رأس هذه الجسم من المقاومة الفلسطينية، وهي التي تقود قطاع غزة للعلم، يعني كحكم وكحكومة موجودة هي حماس التي تقود القطاع منذ أكثر من 17 عاما. بالتالي فشل الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على حماس فشل معروف ومعلوم، ليست لك أشخاص، بل اليوم تحولت المقاومة زميلتي إلى فكرة وليست أشخاص. حتى لو اغتيل قادة المقاومة كلهم فلا يمكن إنهاء المقاومة، حتى في الضفة الغربية المحتلة، يعني حيث أعيش أنا، لا يمكن إنهاء المقاومة الفلسطينية، لأن الشعب الفلسطيني وصل إلى قناعة راسخة إنه هذا الاحتلال يجب أن يقاوم حتى يزول. لا يمكن للاحتلال أن يزول من دون مقاومة، وكل الحلول السلمية التي تمت خلال السنوات الماضية والعقود الماضية لم تأتي بنتيجة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي لديه أكاذيب، هو أكاذيب وادعاءات إنه أنا أريد أن أنهي الوكالة حتى أنهي حماس، أريد أن أنهي تدخل الوكالات الغربية والمؤسسات الغربية حتى أنهي حكم حماس. هذه المؤسسات تختلف مع حماس اختلافا جذريا، يعني وكالة الغوث تختلف مع حماس سياسيا اختلاف كبير جدا، يعني ليست على توافق مطلقا، لكن ما يجمع حماس ووكالة الغوث والمواطن، المواطنين الفقراء والمحتاجين في الخيام، هؤلاء من يعني بين قوسين يجمع الرابط بين حماس وبين أي وكالة دولية أو أي مؤسسة إغاثية. ليست هناك أي علاقة سياسية، بالعكس تماما هناك خلاف. وللعلم وكالة الغوث كانت قد وقعت كثير من موظفي، أو أعتقد أنه يمنع جميع موظفي وكالة من الإدلاء بأي موقف سياسي على الإطلاق. ممنوع منعا باتا الظهور على الإعلام، ممنوع منعا باتا الحديث إلى الإعلام، ممنوع منعا باتا إبداء أي رأي سياسي. وبالتالي هذا يؤكد أن كانت تعمل وفق أسس مهنية عالية، وإن اختلفنا معها حتى أنها أسس حيادية بشكل مبالغ، يعني هي تشبه وكالة أو منظمة الصليب الأحمر الدولي، كما يمنع على موظفي الصليب الأحمر الدولي الإدلاء بأي وصلت الفكرة سامر. نرحب، استسمحك ونرحب بضيفنا فوزي السمهوري الذي ينضم إلينا عبر سكايب مباشرة من عمان. أهلا بك سيدي. سيد فوزي، هل تسمعني؟ نعود إليك سامر إلى حين يجهز ضيفنا فوزي السمهوري من عمان. يعني في ظل كل هذه الظروف، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يوقف الاحتلال عن حده؟ لأنه عندما سمعنا للكلمات والتصريحات التي جاءت في جلسة مجلس الأمن بالأمس، كلها تدعم دور أونروا في غزة وتصفه بأنه دور محوري. طبعا دور محوري، يعني لا أحد يستطيع مرة أخرى أن يقوم بهذا الدور العظيم والكبير جدا إلا وكالة الغوث. وكالة الغوث اليوم يعني الحرب عليها هو حرب على الشعب الفلسطيني. ومرة ثالثة ورابعة أقول لك إن الاحتلال الإسرائيلي عندما فشل في إيجاد أي يعني نتائج لهذا العدوان، وفشل في تهجير الشعب الفلسطيني، وفشل في دفع الفلسطيني حتى إلى الهجرة الطوعية، لم يجد أمامه إلا الوكالات الأجنبية والوكالات التي تعزز بقاء الشعب الفلسطيني. لذلك على سبيل المثال، إذا لم نود أن نتحدث عن الأونروا، سنتحدث عن الصليب الأحمر. الصليب الأحمر صحيح ممنوع مؤسسة إغاثية أو مؤسسة عفوا يعني حقوقية أو قانونية، ممنوع أن يزور الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يعني الاحتلال هنا يستهدف كل شيء يمنح حياة للفلسطينيين وللشعب الفلسطيني. أستسمحك وأعود مجددا إلى ضيفي من عمان سيد فوزي السمهوري الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيدي. تحياتي لك ولكل
الجزائر شعبا وقيادة. أهلا بك سيد فوزي. إذا في اعتقادك لماذا يأتي الكيان الصهيوني ويشن حملة مسعورة على أونروا؟ كنا نعلم قبل أن أتحدث مباشرة، لابد أن أذكر على عجالة بنقاط بتقدير مهمة. ما هدف لإنشاء منظمة وكالة الغوث أو الأنوى؟ أولا، عندما صدر قرار التقسيم نعم سيد فوزي، لا نسمعك بشكل جيد، يبدو أن هناك خلل في الصوت، ونعود لضيفنا سامر. سامر، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قال إن المجتمع الدولي مطالب بالرد بموقف جريء وشجاع لحماية وكالة أونروا وتسهيل استمرارية أنشطتها الحيوية لصالح ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الغربة والشتات. نستمع لهذا التصريح ثم نعود. والأونروا تستهدف ثالثا كجزء لا يتجزأ من المخطط الإسرائيلي الرامي لتصفية القضية الفلسطينية وإفراغ المشروع الوطني الفلسطيني من محتواه وهدم أركان ومقومات الدولة الفلسطينية. في ظل هذه الظروف، فإن المجموعة الدولية مطالبة بالرد بموقف جريء وشجاع لحماية وكالة الأونروا وتسهيل استمرارية أنشطتها الحيوية لصالح ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الغربة والشتات. ومن هذا المنظور، فإن الجزائر تشيد بعدول عدد متزايد من أعضاء المجموعة الدولية عن تجميد مساهماتهم المالية لصالح وكالة الأونروا. إذا سيد فوزي نعود إليك مجددا، تلتحق بنا من عمان عبر سكايب. سيد فوزي، استمعت إلى تصريح وزير الخارجية الجزائري الذي طالب باتخاذ رد جريء، أي رد جريء قد تتخذه المجموعة الدولية تجاه السلوك الصهيوني برأيك؟ بعد التحية طبعا لشخصك الكريم وللجزائر شعبا أهلا وقيادة. بك. نحن نتحدث دوما عن الموقف الاستراتيجي الذي يربط الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني والقيادة الجزائرية والقيادة الفلسطينية، وهي موقف استراتيجي ثابت على مر العقود السابقة. لذلك عندما تتحدث الجزائر وتتبنى حقوق الشعب الفلسطيني من خلال عضويتها في مجلس الأمن، هذا يحتل مكانة واحترام وتقدير كبيرين لدى الشعب الفلسطيني والشعب العربي. الآن الجزائر عندما تطالب بموقف رد حاسم، ماذا يعني ذلك؟ أولاً، أن استمرار مؤسسة وكالة الغوث الدولي الأونروا هي الآن جوهر من جوهر تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948. وهذه كانت الأونروا، وجودها بمجرد الوجود ليس فقط وجودا شكليا، وإنما شاهدا على نتائج حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة التي مارستها العصابات الصهيونية اليهودية بدعم وتمكين ومشاركة من قوات المستعمر البريطاني. إذا عندما تتحدث الجزائر في هذا السياق، تعني أنها هي لا زالت مواقفها الراسخة الثابتة بضرورة بقاء هذه المؤسسة الدولية التي أنشئت نتيجة لجريمة القوى الاستعمارية العالمية إلى حين حل مشكلة اللاجئين وفقا للمادة تبع الأونروا، أي أنها لتبقى ذلك، وألقت بالمسؤولية على المجتمع الدولي للاطلاع بواجباته من أجل تقديم المساعدات. كيف يطلع بواجباته؟ كيف يطلع بمسؤولياته سيد فوز؟ أنا سأتحدث بحماية اللاجئين الفلسطينيين. عندما نتحدث الآن على كيف يقوم المجتمع الدولي، أولا من خلال تمويل مؤسسة الأونروا، وليس فقط عبارة عن التمويل أن يكون عبارة عن أداء أو سلاح وفقا للرغبات السياسية، سواء للولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص أو بعض الدول الكبار الممولين كما حصل بعد بداية العدوان الأخير في 7 أكتوبر. الآن نحن نتحدث الآن
المجتمع الدولي لابد أن يبقى ملتزما في تقديم خدماته وحمايته للاجئين الفلسطينيين أولا، ولكن بنفس الوقت إذا ما أراد المجتمع الدولي الآن لابد من العمل لإيجاد وسائل ضغط حقيقية على الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إلزام سلطات الاحتلال الاستعماري الإحلال الإسرائيلي لإعادة وتمكين اللاجئين العودة إلى مدنهم وقراهم تنفيذا لقرار الجمعية العامة 194. وهنا من المهم أن نؤكد أن قرار قبول إسرائيل عضوا بالأمم المتحدة كان مشروطا بتنفيذها قرارات الجمعية العامة 181، أي التقسيم، أي تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على مساحة 45% وهي التي أبقاها المستعمر العالمي للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرار 194، أي تمكين اللاجئين الفلسطينيين العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 48 وتعويضهم عن المعاناة وليس تعويضهم عن الحياة خارج مدنهم وقراهم. لذلك المجتمع الدولي في هذا السياق معني بممارسة كافة إشكال الضغوط. ومن هنا أقول أن الضغط الممكن الآن في هذه المرحلة أن يتم ممارسته انتفت شروط قبول إسرائيل عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة. إذا نحن بالإمكان الآن أتم التقدم بطلب إلى الجمعية العامة لتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة لعدم تنفيذها شروط تنفيذ قبولتها وعلى رأسها قرار 194، ولأنها أيضا تستهدف المؤسسة الدولية وتصفها أحيانا بالإرهاب وتصفها أحيانا أنها جزء من المشكلة وغير ذلك، بينما المجتمع الدولي يرى أن الأونروا هي عبارة عن جزء من حل والتزام دولي للتعويض الجزء البسيط عن المعاناة التي يعانيها جمهور اللاجئين الفلسطينيين والذين يبلغ عددهم الآن ما يقارب 6 ملايين موزعين في شتات العالم ليعيشوا حياة الملافي نتيجة الجرائم والمجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية. نعم. اليهودية. بحديثك عن المجتمع الدولي، لاحظنا في تصريحات جلسة مجلس الأمن بالأمس أن هناك إجماع دولي على حيوية ودور المحوري لأونروا في غزة عكس ما يريد الاحتلال الترويج له، بل إن هذه التصريحات وصفت دور أونروا بأنه العمود الفقري لعمليات المساعدات منذ اندلاع الحرب الإبادة في غزة. هل يمثل ذلك ضاغطاً، هذه التصريحات هي عامل ضاغط على الاحتلال للتراجع عن هذا الهدف محاولة حل؟ نعم تفضل. هي من ناحية بعد سياسي قانوني دولي مؤشر إيجابي بلا شك، ولكن نحن نريد معاقبة هذا الكيان الاستعماري الإسرائيلي، لأنه كلنا نعلم من خلال المتابعة أنه أوقف التعامل مع الأونروا في قطاع غزة وفي القدس ويدعو إلى حل كل مؤسسات الأونروا. لماذا؟ لأنه يعتبر أن استمرار عمل الأونروا هي الشاهد الحقيقي أمام العالم على ارتكاب حرب التطهير العرقي والإبادة والمجازر التي ارتكبها والتي نجمت عنها مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. الآن هو يريد سياسته الوصول إلى دولة يهود نقية، أي بمعنى آخر أنه يسعى لطرد ملايين الشعب الفلسطيني وإن كان على مراحل وليس العمل على إعادتهم. لذلك هو يريد أن يتخلص من هذا الشاهد الآن، لأنه أصبحت الأونروا استمرارية عملها هي الشاهد الحي الذي لا يمكن إنكاره على استمرار مشكلة اللاجئين الفلسطيني، وليس كما قال مندوب المستعمر الإسرائيلي في خطابه بالجمعية العامة أن الآن هناك هؤلاء ليسوا بحاجة وهناك بالإمكان أن يعيشوا. نحن لسنا تابعين للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أسست بشكل خاص حتى تبقى قضية اللجوء الفلسطينيين حية ويتحمل مسؤوليتها كل العالم إلى حين حل مشكلة اللاجئين بتمكينهم من العودة. لذلك لابد من فرض العقوبات على إسرائيل ولابد من طرد مجرم الحرب مندوب نتنياهو في الجمعية العامة الذي دوما يستهدف الأمم المتحدة، يستهدف الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى أنه يستهدف مجلس الأمن الدولي ويقول أن هذه مؤسسات فاقدة لشرعيتها وأن قراراتها ما هي إلا حبر على ورق. إذن هذا الاستخفاف بالجمعية العامة وبالمؤسسات الأمم المتحدة لا يمكن أن يبقى يمر مرور الكرام. هنا مسؤولية المجتمع الدولي أن تنتصر لذاتها
لهيبتها. ومن ينتصر سيد فوزي؟ سيد فوزي، من ينتصر في المجتمع الدولي ونحن نتحدث عن موقف أمريكي داعم للكيان الصهيوني حتى في ظل ما سجل من جرائم إبادة جماعية موثقة، وحتى في ظل حديث منظمات أممية وحقوقية محايدة عن أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية؟ وفي هذا السياق، صحيح أننا سمعنا إلى نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن روبرت وود الذي قال إن الولايات المتحدة تدرك الدور الذي لا غنى عنه لأونروا في إيصال المساعدات إلى غزة، ولكن بالمقابل الولايات المتحدة منذ عام 2018 وهي تضغط على أونروا وتحاول رفع الدعم عنها. هذا سؤال مهم ومحور كثير مهم. الآن عندما نتحدث عن المجتمع الدولي، الآن إلى متى هنا التساؤل؟ إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يرضى أن يبقى ديكور قراراته ديكورا؟ وإلى متى سيبقى المجتمع الدولي بغالبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن تبقى كل الصلاحيات مناطة بمجلس الأمن وفي موافقة الدول الخمس دائمة العضوية؟ ألم يحن الوقت الآن لتشكيل جبهة في داخل الأمم المتحدة عريضة جدا من أجل تعديل ميثاق الأمم المتحدة للتخلص من هيمنة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن؟ هذا أولا. ثانيا، لماذا الآن لا يتم الآن منذ الآن اتخاذ إجراءات عقابية بحق الولايات المتحدة الأمريكية سواء دبلوماسية أو سياسية أو اقتصادية؟ من يجرؤ على اتخاذ إجراءات عقابية على الولايات المتحدة؟ لماذا الخوف؟ الأمريكا كلنا نعلم أنها هي بحاجة إلى العالم، وليس العالم بحاجة لها. لابد أن يكون هناك موقفا وإرادة صلبة، لابد أن تبدأ الآن بتشكيلها وببدء العمل بها وليس فقط الحديث عنها. أمريكا الآن تتقن الحديث في الكلام أنها تريد حل دولتين، تريد الآن حماية المدنيين من الشعب الفلسطيني، بينما بنفس الوقت تمكن هذا الكيان المجرم من كل وسائل القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية من أجل المضي بجرائم. وقد شاهدنا كيف أن بالأمس الناطق باسم البيت الأبيض قال أن من أجل قبول فلسطين عضوا كامل عضوية بالأمم المتحدة، قال هذا ليس وقت وإنما الأساس بالتطبيع العلاقات بين الدول العربية. إذن هو يريد إدماج هذا الكيان الاستعماري الإسرائيلي بعد أن تبين له أن هذا الكيان على مدار الشهور الماضية أن هذا كيانا هشا لا يمكن أن يقوم وكيلا عن الولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على مصالحها. لذلك الآن أعود وأقول أننا الآن مع قرب ولادة نظام عالمي جديد، لابد الآن ونحن مقبلين على قمة عربية أن تكون القمة العربية القادمة أن تبدأ القادة العرب بتقييم المواقف حتى لا يبقوا مهيمن عليهم كما حصل بعد الحربين العالمية الأولى والثانية، وعليهم أن يتوافقوا من أجل الحفاظ على أمن قومي عربي شامل وخطة سياسية واقتصادية مبرمجة حتى تكون لاعبا وليس تابعا لا لشرق ولا لغرب ولا للوسط، ومن هنا ممكن أن نحمي مصالحنا ونكون قوة رادعة تلعب وتساهم في ليس فقط من أجل حماية الوطن العربي الكبير وإنما أيضا في رسم مستقبل العالم من موقع اللاعب وليس من موقع المتفرج والمهيمن عليه. هذا هكذا أرى في هذه المرحلة الآن، لا يفصلنا عن مؤتمر القمة العربية أقل من شهر تقريبا أو شهر ونيف، ولكن لابد منذ الآن أن تتم. من هنا أتمنى على الشقيقة الكبرى الجزائر والقيادة الجزائرية منذ الآن أن يبدأوا بالدعوة إلى لقاءات مصغرة لوضع الأولويات، ماذا نريد من الأمن العربي وكيف نحققه وكيف نواجه التحديات سواء الإقليمية أو الدولية. نعم، وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك ضيفنا، كنت معنا من عمان سيد فوزي السمهوري الكاتب والمحلل السياسي. الشكر موصول إلى كل ضيوفنا الذين شاركونا هذا النقاش، والشكر موصول أيضا إلى مشاهدينا. إلى اللقاء.